فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما ضابط الفسق الذي يكون مانعا من الحضانة، وهل يختلف باختلاف الأزمنة؟ الفسق هو الذي يرتكب كبيرة دون الشرك، هذا يسمى فاسق. المسلم الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسق. نعم، مثل الزنا، شرب الخمر، والسرقة، وغير ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.